يا جماعه النهارده فيديو غريب جدا ابتدى بمكالمه من فخراني او كومنت من الاول على فيديو كان قديم بتاع الايه فخراني الحلقات الكئيبه كل الحاجات الكئيبه. انا كنت متخيل الفيديو ده مات والناس نسيته. فخراني بيدعبس في الحاجات القديمه وجاب لي فيديو عن الكآبة، وهي دي الحاجه اللي ممكن نطلع منها في الفيديو ده، كل حاجه وحشه ممكن تعمل منها حاجه حلوه. فخراني بعت لي قال لي انا ممكن اعمل كاست على كل الحاجات اللي بتموت عندك دي. فانا ما كنتش فاهم يعني ايه بصراحه كاست خالص، قلت له تعالى واعمل كاست. يعني هو قال لي، هو فهمني يعني لغايه دلوقتي ان الكاستنج ده ان انت تحتفظ بالحيوان او حاجه شبه كده. انا كنت اعرف طرق الاحتفاظ بالحيوان، اول حاجه اللي انت ممكن تحنطه، وانا ما بعملش كده. في طريقه تانية كنت اتعلمتها من الدكتور بهاء شريف بهاء الدين، ان انا تحطه في كحول، كحول بديل الفورمالين، يعني مثلا تحفظ الكائن زي ما هو او ويت سبيسمنت في كحول، لان الفورمالين مسرطن فالناس بطلت تستخدمه، بيستخدموا دلوقتي كحول. احنا انا عندي شويه حاجات كنت محتفظ بيها في كحول. فخراني النهارده هيحاول يعمل لنا بيها كاستم. تعالوا الاول نتعرف على فخراني ونشوف هيعمل. فخراني زيكم، اخبار الاخبار ده فخراني النهارده يا جماعه، اول مره اشوفه. بس بصراحه انا قلت له تعالى فجاء في ثانيه، يعني انا مش عارف ايه الحماس ده. ما حدش يعمل الحوار ده عشان المشوار صعب. وبعد ما جه ندم جدا يعني بصراحه. لا بس هو عوضني تاني بالحاجات اللي انا شفتها. انا بصراحه فخراني من الناس اللي انا ما شفتش كده، يعني بيخش على الحاجه مش خايف منه ولا حاجه، مبسوط منهم كلهم. يعني شاف البو قال لي بس البو دي بتاعتي حاجه جميله، شاف البول بايسون قال لك بس البول بايسون دي احلى حاجه في الدنيا، لغايه كل السكينكس والجيكوز عجبوه وادمنوا. ما حبتش السانبو. السانبو صح قال لك السانبو براسها دي مش عاجباني. لا وحشه مش عاجباني. تعالى بقى نشوف انت هتعمل معانا ايه بالكاستنج دي. قول لنا الاول ايه الكاستنج ده. هي الكاستنج الفكره ان انت لما احنا بنطلع من حاجه نسخه ثانيه، بس النسخه دي ما بتكونش حقيقيه، نقدر ندفن بقى الحيوان ونطلع منها نسخه تمثال، يعني سواء كان جبس سواء بوليستر اي خامه تقدر تحتفظ بيها كانها تمثال عندك في البيت، بس بكل التفاصيل مش كده؟ بكل التفاصيل، ده على حسب خامه القالب اللي احنا هنعمله عليه. هو بقى هيخش في ديتيلز، انا مش عارف بقى الديتيلز دي هتبقى لذيذه في الفيديو ولا انا هشيلها وخلاص. بس انا عرفته اللي هو محترف شغال في السبيشال افكتس مع الافلام. مش مع الافلام زي ايه مثلا؟ عملت ايه؟ احنا كنت في مكتب كنا عاملين 122 فيلم العيد ان شاء الله، واشتغلت في رايح المدام، واشتغلت في اول حلقتين في طايع كان المكتب هو اللي واخده، واشتغلت في حلقات بقى منفرده من يعني شغل عالي. انا مش جايب لكم اي حد يعني، فخراني ده تقيل يعني خلي بالكم. بحاول يلا نشوف هيعمل فينا ايه. ده الحاجات اللي كانت ميتة عندي، هو بيطلع لي بقى الذكريات الأليمة كلها اللي في حياتي وهيعرضها النهارده يعني. فيعني ده التعبان اللي احنا شفناه من كام اسبوع لما كان فائز، هو مات لوحده يعني الحمد لله ما خدتش القرار واحتفظت بيه في الكحول، وده كان ضب برضو ملون عندي وكنت محتفظ بيه بالكحول، هو ما كانش محتفظ بيه باحسن حاجة يعني، بس هو لسه كويس. ده كمان جرين تري بايثون عندي، مش عارف بقى نستخدمها النهارده ولا لا، وانا غشيم شويه في استخدام الالكحول والحاجات دي او لسه جديد، بس دي كلها كانت تجارب. في كمان تجربه كنت عاملها زمان وكنت عايز اقولها لكم، ده كان اول فرغه تفقس في حياتي وكانت فقست ميته، فاحتفظت فيها بحاجه اسمها ايبوكسي. لو انتم شايفين هي جوه الماده دي، والماده دي ناشفه جوه. الايبوكسي ده نوع من انواع البوليستر. خراني بقى فرش لي عده وفرش ومش عارف ايه ده. لا فازلين. ده فازلين وحاجات كده بتاعت دكاتره سنان. اسمه ايه ده؟ الجينات. عرفنا بقى انت هتعمل ايه النهارده يا فخران. انا معاك. احنا حاليا احنا قدامنا زي ما شايفين الكائن ميت. هو واخد وضعه، فقدامنا طريقتين، يا اما هناخده على الوضع ده يا اما هنصحح وضعه لو عايزين يبقى وضعه بطريقه معينه في الشكل النهائي كتمثال. تمام. احنا عندنا دلوقتي ممكن نطلع دوت كده. القالب اللي احنا هنعمله قالب سريع ياخد شكل التمثال، التمثال اللي هو معمول دوت الحيوان. ممكن ناخده عن طريق كذا حاجه، ممكن ناخده عن طريق حاجه بروفيشنال جدا، ودي هنخش في حته السيليكون، وحته السيليكون بتحتاج
مراحل، فممكن النهارده هنأجلها وهنستخدم الالجينيت. الالجينيت ده بيستخدموه دكاتره اسنان لما بياخدوا الامبريشن بتاع السنان. دوت اسرع حاجه بتعمل بيها قالب لاي حاجه سريعه، وانت ممكن تستخدمه. يعني انت لو عندك حيوان وجبت الالجينيت، الوصفه بتاعته سهله جدا وهتقدر تستخدمه. فالالجينيت هو عباره عن بودر، هنفتحه قدامكم. انا بفكر بقى احط المقادير كده زي فم بتوع الطبخ كده تحت كده بالظبط. المقادير الالجينيت ده عامل زي الجبس، هو عباره عن بودر خالص كده ناعم جدا. بيبقى بيتخلط بالميه بنسبه 1:1، يعني الكميه اللي انت هتحطها الالجينيت هي الكميه اللي انت هتحطها ميه، وتخلطهم بسرعه. والسيتنج تايم بتاعه النشفان اللي بينشف فيه بيبقى مكتوب على العلبه هنا. دوت مثلا نورمال سيتنج، نورمال سيتنج دوت بينشف بعد دقيقه. التوتال تايم ان انت من ساعه ما بتقلب وتعمل كل حاجه 2:35. ده سريع جدا جدا، وده كده في السنان هم ما بيحبوش الحاجات السريعه دي، لان ما حدش هيستحمل الالف بقه كتير. ففي حاجه فاست سيتنج اسرع من كده كمان، في اسرع من كده، اللي هو الناس ممكن يحصل اي حاجه فلازم يكون شايل القالب وخلاص انا كده خدت القالب بتاع السنان. فدوت اسرع حاجه ناخد بيها مولد النهارده، وده اللي هنجربه النهارده على الدبل. ممكن نبدا. الحاجات الغريبه دي المفروض كده اللي اسمه ايه الالجينيت، الالجينيت نشف، وهنبدا نحط عليه حاجه الالجينيت ماده طريه يعني تقدر تتحرك معاك. فانا لو طلعت القالب بالمنظر ده اللي هيحصل ان القالب مش هيكون على وضع سليم، فانا محتاج حاجه تفضل ماسكاه وهو نايم كده، بحيث ان انا لما اطلعها اروح احط الالجينيت فيها تمنعني الحركه بتاعه الالجينيت دي. فهنعمل ايه؟ هنحط هنا جبس عليه كده، وده دي الخطوه الجايه. بس على فكره يا جماعه الالجينيت ده ريحته حلوه قوي، ريحته مانجا، مكتوب على كيس كده كمان. عارف العلبة البلاستيك دي لو باظت؟ لا لا استحالة. ايه العيش؟ ده اكل عيش ناوب. انا عايز اقول لك ان احنا بنعمله النهارده دي خطوة سريعة جدا، ودي اسرع حاجة نقدر ناخد بيها في نفس اليوم الحاجة لو ميتوا عايزين نحافظ عليها. لكن زي ما قلنا البروفيشنال اكتر بالكواليتي والحاجة. يعني رامي جايبني النهارده من غير ما اعرف انا هعمل قالب على ايه، يعني هو بيقول لي دي الحاجة اللي عندي. وانا كنت عارف يعني ايه كاستنج، ما انت جاي تعمل حاجة انا مش عارفها. دي الحاجة اللي عندي. فاحنا طبعا لما بنكون عارفين ايه الحاجه بناخد مقاساتها ونحطها في حاجه، يعني بيبقى شغل بروفيشنال اكتر. دلوقتي زي ما قلنا هنظبط الجبس. الجبس لما بنعمله بنحط الميه الاول عامه، يعني دي حته في طريقه تحضير الجبس، حته مقاوله بقى تقريبا. بعد كده بنبدا نفرش الجبس عليه كده. بنعرف امتى ان خلاص الجبس شبع من الميه والميه كده اقدر خلاص الجبس ده استخدمه، لما الاقي ان على الوش طول ما احنا شايفين بنرمي جبس الميه بتشربه. اول ما الميه ما تشربوش كده الجبس اتشبع، الميه اتشبعت من الجبس اللي معانا. يعني شايف الحته دي اتشبعت، انا هزود كمان كميه الجبس شويه عشان ينشف معانا اسرع. مش عايزه سايل. طب ما تعمل لنا تشانل يا فخراني اصلا بتاعت كاستنج يعني. يلا يا رامي شجعني وانا اعمل والله. يلا والله حاجه لذيذه يعني، بس يعني مش هناخد كل حلقاتنا كاستنج. يلا بينا شوف مين اللي بيخبط. ينفع كده اروح خمس دقايق اتسحل مع الراجل اللي على الباب، اجي الاقي فخراني مخلص واعمل؟ احنا كده حطينا الجبس على الالجينيت،
بس ما عملناش اي حاجه يعني. هو لا بيضحك عليا, هو شكله خلص ومش عارف بيعمل ايه عشان احنا مش عارفين الكميه اللي احنا بنعملها ولا حاجه. ممكن تلاقينا بنهدر في الماتيريال يعني كل ده الجنيت نقدر بيه ناخد قالب لحاجه تانية اصلا. فاحنا لما بنكون حاسبين الحاجه وعارفين احنا هنعمل ايه قبل الكاستنج بنعرف نفكر مظبوط الكاستنج هتاخد بأني وضع, الماتيريال قد ايه, الشكل بتاعه مظبوط عشان نتفادى الاخطاء اللي جايه. طب ده ايه ده دلوقتي؟ ده بيقول لي عليها اسمها فيكسيشن شيل دي. دوت زي ما انتم شايفين ان الجنيت, انا دلوقتي لو في مكان الضب هنا وانا حطيت الالجنيت كده, انا المفروض عشان اشيل الضب من مكانه هقلب الالجنيت واروح شايل الضب من مكانه واروح صابب مكانها الماتيريال النهائيه. النهارده هنصب جبس عشان يكون حاجه نقدر نشوف انتاجها النهارده سريعه يعني. كل حاجه النهارده بنعملها سريع ان احنا نشوف انتاج. فانا لو طلعت الالجنيت كده وعلى ظهره بصوا بيعمل ازاي طري, فانا محتاج فيكسيشن اللي هو الجبس اللي كان محطوط هنا. لما عملته كده ثبت لي الالجنيت مكانه, ما بقاش يتحرك, بقى محافظ على الشكل اللي جوه ان انا اقدر اصب ذات نفس الضب ما يكونش اتقسم نصين من القسمه بتاعت الالجنيت بالمنظر ده. ماشي, وهينشف وبعدين نقلبه صح؟ ينشف ونقلبه ونصب التاني. ياخد قد ايه بقى عشان ينشف؟ احنا مش هنحتاجه ينشف قوي برضو يعني, احنا فاهم انت في اللذيذ. يعني النهارده في اللذيذ كده يعني. المفروض يعني كاوقات الجبس ده جبس سينا, جبس سينا بيقعد فتره طويله عبار ما يشك عشان هو بيبقى جبس ابيض قوي بيعملوه في الديكوريشن الحاجات بتاعت العماره وكده. فجبس سينا بيشك بصعوبه, فممكن اصلا ياخد له المفروض ساعتين, فاحنا بنعمل البروسيس دي تقريبا في تلت ساعه. فبس هنطلع نفس الكواليتي يعني ان شاء الله, او اللي هو الخطوات اللي المفروض بنعملها بالظبط يعني. ماشي, شايفينه هو جوه محبوس محبوس عامل زي البورس. نحاول نفكه. بنفك من كل ناحيه شويه عشان بنحاول ندخل هواء للقالب زي ما نشوف كده بنلاقيه بيفك خلاص. اهو بس انا عاوز الضب بتاعي تاني. الضب لازم؟ ايوه خلاص بقى تديش بقى نحلله في مجال. بس احنا عايزين نشيله بسرعه. ايه بقى اللي هتعمل فيه بقى؟ نحاول نطلعه. عايزين كحول بسرعه وبعيد عنها. ورينا بقى طبعا ده جلده يعني لو شلناه هيتشال. وده نقول لهم انه بسبب ان التمثال وزدت شهور بس المفروض الحفظ يبقى احسن. شلناها اخيرا من القالب, ده المكان بتاعها. المرحله الثانيه ايه بقى؟ نصبها جبس. هنحضر جبس ثاني بنفس الطريقه؟ بنفس الطريقة بس بيكون خفيف عشان يمشي في كل التفاصيل جواه.
ومين اللي هينظف بقى يا باشا؟ انا يا باشا. لاش انت بتوسخ جامد بصراحه. حاجتنا مشكلتها ان هي بتوسخ وفي نفس الوقت زي ما بقول لك ان مش مترتب لها. يعني كل حاجه المفروض يترتب لها احنا هنعمل ايه في ايه بالظبط. كان في بتاع صغير احنا طلعنا فوق طلعت يا جماعه البيبي اتري عليا بيقول لي انا كنتش فاكرك اللي انت مهندس عشان عمال تتكلم في الزواحف وفي الجينات والحاجات دي. أفكر مهندس. مهندس وعمال شغال في النحت والرسم والحاجات دي. وخريجين نفس الكلية. يعني الحاجة الجميلة في الموضوع ان احنا الاثنين خريجين نفس الكلية. دلوقتي هنبدأ نصب بقى. بص يا جماعة الجبس عامل ازاي؟ هو مش جبس زي اللي انا متخيله، ده جبس لباني خالص كده. بصوا سايح خالص، مش جبس بقى. انت بتتاكد بالفرشه اللي انت بتحط كل التفاصيل فيها بالزبط. عشان ما فيش فقاعه هوا فرشه بالظبط. وبنعمل ايه؟ نفضل نظبط بس كده. رمى الفرشه ازاي ولا كانه يعني هينظف بعد كده؟ هنظف والله. فكره ان انت لازم تلحق الحاجه وهي بتعمل. انت بتعمل طبقه كده صح؟ كأنك بترصب عليها الجبس يعني. طبقة فيها الديتيلز. سوري. هيطلع. تضحك يا باشا انت مش مجهز لي حاجه.
الراجل ده بجد طلع فنان يعني. انا والله انبهرت بالمنتج يعني. انا حاسس ان هو ماسك ضب بس مش ملون. بس هي الفكره البينو ضب البينو. هي الفكره كمان ان زي ما انتم شايفين في عيوب في الرجول واخر الديل دي ناتجه من حاجتين، ان القالب من الجينيت والنسخه من الجبس دوت بنتفاداها ان القالب يكون سيليكون والنسخه تكون بليستر تكون ناشفه تستحمل ان هي تكون رفيعه خالص الضوافر بحيث انها ما تتكسرش. بس انا فخراني ده طلع بجد والله فنان عمل شغل انا ما كنتش متخيل ابدا النتيجه دي. انا كنت في الاول في النص زهقت بقى وقلت ايه يا عم خلاص خلص بقى، بس لما شفت النتيجه النهائيه بالتفاصيل يعني مش ممكن يعني حاجة ممتعة. ويعني انا اتبسطت بيك يا رب. يا رب يا رب فخراني والله يعمل شانل لان انا هبقى من اول الناس السبسكرايبرز لي ان شاء الله. فخراني عنده بيج انستجرام جميلة لو عليها شغل فنانين محترفين فعلا. هي مرعبة فيها حاجات مرعبة وانا خفت بصراحة. بس هحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن ياريت كله يخش يعمل له فولو. يلا باي باي. صباح على خير. باي باي باي. سنه ايه انت هتعمل لي بقى فيها بتاع ميك اب؟ شكرا يا عم فخراني.